عمرو أديب ودافع عن أحمد حلمي وفيلم النونو. في لجان معروفة عايزة تولع الدنيا وخلاص. دافع الإعلامي عمرو أديب عن النجم أحمد حلمي بعد الانتقادات اللي تعرض ليها مؤخرا بسبب طبيعة الدور اللي هيلعبه في فيلم النونو. وقال عمرو أديب في فيديو: في لجان مخصوصة ومدروسة ومدسوسة شغالة على الموضوع ده، وسمعت مصر وأحمد حلمي وإنه إهانة للشعب المصري، وطبعا احنا عارفين ان ده مضروب ومدبر واغلبه متظبط، وطبعا في ناس ولاد حلال عايزين يقفوا جنب البلد وينقذوا البلد ويدافعوا عن كرامتها. لكن انا شايف ان الفيلم فيلم عادي جدا، فيلم شاب مصري هيكون نصاب في السعودية. ما في افلام مصرية كتير جدا قدمت شباب نصابين، اكيد مش مقصود بيها اساءة مصر. ده كان كلام عمرو أديب. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.